أهلا بحضراتكم مرة تانية. الاحتفال من الأمة الإسلامية بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام احتفال للكثير من الطقوس والروحانيات، مناسبة جميلة بنستناها من عام إلى عام. 12 ربيع الأول يوم لا ينسى، مولد سيد الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام، رحلة طويلة لسيدنا محمد مليئة بالمواعظ مليئة بالمواقف اللي محتاجة ان احنا نخوض في تفاصيلها ونعرفها عن قرب لاننا محتاجينها. ضيفنا وضيفكم في الاستوديو الشيخ احمد خطاب، الباحث الشرعي في دار الافتاء المصرية. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بك وكل سنة وحضرتك طيب. صحة السلام يا رب. هبدأ مع حضرتك باهم المواقف اللي مر بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يتعرض للعداء النفسي ومحاولات يعني خروجه عن أخلاقياته أو عن شعوره، كانت طبعا كلها محاولات فاشلة، لأنه كان معنا تليفون قبل هذا الحوار مع شقيق الشهيد ساطع النعمان رحمة الله عليه، وطول الوقت لو حضرتك كده متابعنا معانا صور للأحداث اللي مرت بساطع النعماني من أول ما تصدى للإرهاب وتلقى الرصاص بشجاعة وببطولة شديدة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة. التصدي لهذه الممارسات اللي بتستهدف الأبرياء وبتستهدف رجال القانون المكلفين بحفظ الأمن، بحفظ الشعب، بحفظ الوطن، آخرهم يمكن الشهيد ساطع النعماني. مصر قدمت شهداء كتير بالفعل فدوا الوطن وفدوا بروحهم أرواح كتير. إزاي ممكن نستنبط من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتوازى معها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، طبعا أهنئ جميع الأمة الإسلامية بل جميع البشرية والإنسانية بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وولادته وسيرته ومنهجه صلى الله عليه وآله وسلم نبراسا لنا في كل شيء. يعني الشهيد ساطع النعماني رحمه الله وتقبل الله عنده في الشهداء أدى ما عليه من واجبات وحقوق تجاه هذا الوطن المبارك إثر ما كان فيه من ثغر هذا الوطن، بينفذ فيه وبيؤكد على ما تعلمه من التضحية والبطولة. هذا ما جاء من الشرع الإسلامي من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت سيادتك أنه تصدى بكل بطولة وكل فدائية وكل تضحية من أجل أن يعلي قيمة هذا الوطن وقيمة هذا المكان الذي هو فيه دفاعا عن هذا الوطن. لذا صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. يعني هؤلاء الذين اقترفوا هذه الأثام وهذه المنكرات وإن كانوا يتحدثون بإذن الله سبحانه وتعالى ويقولون قال الله قال رسوله، يلوون عنق النصوص ويلوون الأدلة إذا كانت في الكتاب والسنة لكي يطوعوا ما يفعلونه ويغرروا بالناس ويضحكوا على المجتمع ويضحكوا على مستمعيهم وعلى متبعيهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. إذا كان هذا في البشر فما بالك اللي هو أقل من البشر كالحيوان مثلا عزكم الله. مر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة في سفراته مع بعض الصحابة الكرام، فوجد بعضهم هز شجرة وأزعج طير على الشجر، فالطير الأم الكبير فجعت وفعلت صوت الحزينة، فقال صلى الله عليه وسلم من فجع هذا في ولديها أو في فرخيها؟ فقال بعضهم نحن يا رسول الله، قال ردوا عليها أبناءها. شفت الرحمة بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن عندما نروع الأمينين ونروع المدنيين باسم الدين، الدين من هذا براء، الدين جاء للحفاظ على النفس وعلى المال وعلى العرض وعلى العقل وعلى الدين نفسه، أنه نحافظ عليه لله رب العالمين. فمش يأتي واحد ويقول أنا أقول قال الله قال رسوله
وأغرر بمن تبعي ومن يسمعني ومن يشاهدني، وألوي عنق النصوص وأخذ نص وأترك نص آخر إلى غير ذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله سبحانه وتعالى يجازي على الرفق، لأن الرفق إذا دخل في الشيء زانه، وإن نزع من الشيء شانه. هؤلاء قسة القلوب، غلاظ القلوب، يفعلون ويغيرون معاني القرآن الكريم لأهوائهم. قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هم قربوا الآية والموعظة الخشنة، يرون أنفسهم أنهم هم الصواب وغيرهم خطأ، أنهم على الحق وهم الباقي خطأ. هذا ليس من الدين في شيء، وليس من الإسلام في شيء. والنبي نبي الرحمة، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل مكة فاتحا قال أحدهم: اليوم يوم الملحمة. إيه يوم الملحمة؟ يعني خلي الدماء للركب. فسيدنا رسول الله سمع هذا النص قال: كذب، يعني قال قولا مخالفا لواقع الحقيقة. اليوم يوم المرحمة. دول طردوه وأذوه وسبوه ولعنوه وأخرجوه من بيته ومن قريته ومن عائلته، وقال مخاطبا لهذه القرية مكة المكرمة: أنك أحب البلاد إلى الله ورسوله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فلما يقول هذا يوم المرحمة ويقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. الشهيد سطع النعماني أدى معاليه من الواجبات والحقوق تجاه هذا الوطن، متأسيا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف ضد هذه الجماعات الإرهابية، جماعات العنف، جماعات التدمير لا التعمير، جماعات التكفير لا التفكير، لأنه هو يعمر ويفكر، هم العكس سواء بسواء للأسف الشديد. رحم الله سطع النعماني وكل شهدائنا في منزلة كبيرة، وتقبله الله سبحانه وتعالى عندهم من الشهداء. منزلة الشهيد قبل ما المنزلة يعني عظيمة كبيرة، سيرة الرسول يعني أقل شيء يشفع لسبعين من أهله. يعني أناشد أخوه أنه كما قال: افرحوا بانتقاله. نعم عندك حق أن نفرح بانتقال هذا، يكتب عند الله من الشهداء ونحسبه كذلك ونزكيه على الله، يشفع من سبعين من أهله، وأول قطر الدم تنزل منه يغفر له ما قد سلف من ذنبه لله رب العالمين، كما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. نستحضر بقى قصص وأحداث نقف أمامها متأملين في حياة طبعا. الرسول عليه الصلاة والسلام، نستحضرها في واقعنا ونحاول أن احنا نستفيد منها، لأنه يعني في المجتمع شفنا أحداث وشفنا ناس فقدت الاتجاه الصحيح. نعم. أهم مواصفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويعني أهم ما جاء في حياته من مواقف تدل على أخلاقيات كريمة. طيب، هو طبعا سيدنا رسول الله كما في المقدمة العظيمة بتاعت سيادتك إن هو ولد يوم الاثنين 12 ربيع أول. في هذا اليوم العظيم الأغر تغيرت الدنيا كلها، الدنيا كلها تغيرت لاستقدام هذا المولود العظيم العجيب، أكرم مولود والسبب في كل موجود كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا رسول الله أخلاقه العظيمة غزت القلوب قبل أن يتحرك فاتحا للبلدان أو ما شبه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان قبل أن يبعث وقبل أن ينبأ وهو في مكة المكرمة وهو في ريعان شبابه، كان يلقب بالصادق الأمين، ممن لا يعترفون به نبيا أصلا. واحد اسمه صدق الأمين، لقبه صدق الأمين. من محمد بن عبد الله؟ من صدق الأمين دوت؟ من يلقبوه؟ الذين لم يؤمنوا به أصلا ولم يعترفوا بأنه من الشباب الرائعين في الطاعة والعبادة قبل أن يبعث إلى غير ذلك. أيضا صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمره الله بالهجرة ماذا فعل وماذا صنع؟ قال لسيدنا علي بن أبي طالب: نم في مكاني وفي موضعي. طيب أنت واحد مطرود وواحد بيؤذوك في بلدك وفي نفسك وفي بدنك وفي جسمك، ماذا تصنع فيهم في هذه الأمانات؟ على الأقل لو إحنا في هذا العصر أقول لك إيه، واحدة بواحدة هناخد الأمانات دي ونمشي ونفر. ليس هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث الشريف: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. قال لسيدنا علي بن أبي طالب وهو صغير: نم في موضعي وأدي الأمانات إلى أهلها. فكان ملقب فيه قبل أن يبعث وأن يكون نبيا ورسولا بالصادق الأمين، ممن لم يؤمنوا به أصلا وبتاتا. سيدنا رسول الله كان عظيم الحلم، عظيم الحلم. كان إذا تجاهل عليه بعضهم
من المشركين ومن الكفار كان لا يزيد هذا الجهل إلا حلما منه، حتى أنه دخل عليه بعضهم وخنق رقبته الشريفة بثيابه، اعطني من مالك، اعطني من هذا المال عفوا، اعطني من هذا المال فليس مالك ولا مال أبيك. فبعضهم من الصحابة قام عاوز يفض هذه الإشكالية وهذه المشكلة، فيقول له اهدأ، أطلب منه أن يطلب برفق، واطلب مني أن أؤدي ما علي له. انظري، وهذا هو نبي الرحمة ونبي الإنسانية، يطلب من أصحاب المشهد الذين رأوا هذا المشهد أن واحد بيربط عنقه ويخنقه بثيابه الشريفة، يقول له لا 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 تفعل هذا، لا تروعه، خليه يطلب طلب أفضل من ذلك في العرض، وقول لي أنا أديه ما عليه أو ما له من عندك من أمانات ومن حقوق. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عندما كان يؤذى في عبادته لله رب العالمين في نفسه وفي جسمه، وكانوا عزكم الله كانوا يضعون عليهم يضعون عليه في صلاته بعض الأشياء التي هي روث البهائم عزكم الله، فماذا يصنع؟ يميط الأذى عن وجهه، ويميط الأذى عن رأسه وعن ظهره. وكانت السيدة فاطمة بنته رضي الله عنها وأرضاها تفعل ذلك وتميط الأذى عنه، فيقول له ادعو عليهم يا رسول الله، دعوة منك خلاص مستجابة. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم لقد أوذي أخي موسى أكبر من ذلك فصبر، يا ليت قومي يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام لو اتكلمنا طبعا عن مواقف والأحداث طبعا في سيرته العطرة هنحتاج ساعات طويلة، فخلينا ناخد مقتطفات ليها علاقة بحياتنا. نعم. احنا اتكلمنا كده من خلالك يا فندم سريعا عن بعض المشاهد في حياة نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا عن الأمانة وتأدية الأمانة، وأهم ما أكد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديثه عن أهمية تأدية الأمانة وجزاء من لا يؤديها؟ طيب، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فكل هذه آيات وأحاديث نبوية شريفة تفيد بأن الذي يؤتمن على الأمانة حتى وإن كان يعني له حق أو غير حق لابد أن يؤدي هذه الأمانة إلى أهلها حتى وإن طولبت في وقتها أو بعد وقتها. طبعا للأسف الشديد في هذا العصر ممكن أنا أضع أمانتي أو أضع شيء عندي عند أحد الأصدقاء، أحد الجيران، أحد الأقارب لي، وأطلب هذه الأمانة ولا ترد، انتظر شوية، استنى شوية، يعني هأضيها لك، هأوفرها لك، أو ما شابه ذلك. ممكن يعتبر الدين من ضمن الأمانات التي على الواحد، ممكن نعتبرها كده، ولكن هل فعل ذلك رسول الله وأخذ ما أؤتمن عليه من الآخرين؟ كلا. يعني أسلفنا منذ قليل بأنه في شبابه كان يلقب بالصادق الأمين، كانوا يضعون عنده الأمانات. من دول كانوا يضعون عندهم الأمانات؟ كان كبار قريش الذين هم من صناديد الكفر الذين لم يؤمنوا به أصلا وبتاتا، كانوا يضعون عنده الأمانات. أنت بتقول أنت محمد بن عبد الله رسول الله دي حاجة، والأمانات بتاعتنا نضاع عندك حاجة تانية خالص، فتفضل خد الأمانات دي احفظها عندك وإلى غير ذلك. حتى كما قلنا أنه في الهجرة النبوية المباركة عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة أمر أن يؤدي الأمانات سيدنا علي بن أبي طالب، قاله أدي لكل واحد منهم الأمانات له، ما قالش بقى أكل الأمانات عليهم واحدة بواحدة كما قلنا وهم أزوني في بيتي وأزوني في أسرتي إلى غير ذلك. فده على الواقع المعيش بتاعنا والواقع المعاصر أن من الذي يضيع الأمانة يعني فانتظر الساعة، إذا وصل الأمر إلى غير أهله وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يعني الكل يأكل هذه الأشياء التي عنده من باب الأمانة والحفظ فيتصرف فيها. ممكن واحد أنا عندي واحد حاجة أقول له خليها عندك دي شوية لو سمحت لما أطلبها منك، يجي التاني اللي عنده الأمانة ديت ممكن يتصرف فيها دون أن يعلم صاحبها، ده خطأ، ده لا يجوز أن يفعل ذلك، لابد أن يستأذن صاحب الأمانة. تلاقي ممكن أنا عين عند سيادتك مثلا أموال، فانت عفوا في اللفظ اتزنقتي في مصلحه من المصالح عاوز خلاصيه بالفلوس، طب ما هو عينها مش عارف فانا ممكن اخد فلوس واقضي بها المصلحه، لا ده لا يجوز، لا يجوز اصلا، لازم يستاذن صاحب المال ان انا اتصرف في هذا المال ام لا، اذن صاحب المال اذن،
وإن لم يأذن فلا. ولكن في الواقع المعيش بتاعنا والواقع المعاصر تلاقي بعضهم يتجرأ على هذه الأمانات ويخش على هذه الأمانات كأنه هو يعني كما يقال حاميها حراميها. في نقطة تانية مرتبطة جدا بالواقع اللي عايشينه. نعم. وهي الأسرة، وعلى ذكرها في حديث حضرتك دلوقتي. نعم. للأسف احنا شايفين طبعا حوادث غريبة بنسمع عنها بين محيط بطاق الأسرة لوحده. لا نعم. الأسرة لوحده، علاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بزوجته بأبنائه، توصيته للناس على الأطفال، يعني كما قلت ده يعني لو فرضنا فيه ساعات وساعات لم يكفينا الحديث عن هذا. خير زوج عرفته البشرية هو سيدنا رسول الله، وخير أب عرفته البشرية هو سيدنا رسول الله، وخير جد عرفته البشرية هو سيدنا رسول الله. الزوج كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب أزواجه حبا جما، يحب الست بتاعته مراته حبا جما. حتى السيدة خديجة تزوجها فترة كبيرة من الزمن ولم يتزوج بعدها إلا أن انتقلت للرفيق الأعلى، حتى أنه من ضمن حبها له إذا ذبح شاة وأراد أن يوزع منها قال اذهبوا بها لصويحبات خديجة. انظري شفت المحبة إلى بعد الموت. دول صحاب خديجة مراتي، فبيذبح شاة يلا نطلع حبة من اللحم دول لمين؟ لناس دول. مين دول يا رسول الله؟ إنهن صويحبات خديجة، سيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها طبعا، المدللة المحببة طبعا إلى قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. كان يمازحها وكان يداعبها وكان يمشي معها في الرياضة، هي تسبقه مرة وهو يسبقها مرة فيقول هذه بتلك. هي مرة كانوا يمشوا كده كأننا في الواقع المعاصر بتاعنا في التراك مثلا ماشيين مع بعض، الزوج والزوجة ماشيين مع بعض، هي تسبقه مرة تقول له أنا سبقتك، هو مرة تانية يمشي يسبقها مرة يقول هذه بتلك، أنت سبقتيني مرة فأنا سبقتك مرة. ده من التلاطف والتواد بين الزوج والزوجة، حتى أنه كان يعني يدلل ويدلع في الأسماء صلى الله عليه وسلم، يقول يا عائش يا عائش، اسمها عائشة، فكان يدلعها ويدللها باسماء يا عائش. يعني مثلا في الوقت المعاصر يقولك إيه، ما تذكرش اسم زوجتك قدام الناس أو تندع عليها باسم زوجتك. طب ليه؟ ده سيدنا رسول الله كان يدخل في بيته وينده عليها وينادي عليها باسمها ويدلعها ترقيقا وتفخيما وتعظيما لشأنها رضي الله عنها وأرضاها. عندما كان أبا أفضل أب عرفته البشرية في تاريخها ماذا كان يصنع؟ رزق بالبنين والبنات صلى الله عليه وآله وسلم. كان عندما يرى السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كان يقوم من مجلسه قائما لها محترما لها ومحترما قدومها له، وكان يقوم من مجلسه لها ويقبلها بعد أن يحضنها ويجلسها بجواره. إحنا دلوقتي نعمل إيه؟ البنت لو عندي بنت استني دلوقتي ما تخشيش، لما عمامك يمشوا، لما مش عارف اخوالك يمشوا ما تخش علينا. ده كان في مجلسه وكان مع صحابته، اذا رآها تدخل على مجلسه قام هاشا باشا لها فرحا بمقدمها عليه ويجلسها بعد ان يحضنها ويقبلها. اي اب ويعلي من مكانه المرأة طبعا، يعني كزوج وكأب لو دي اصلا طبعاً سلوكياته وتصرفاته هو بشكل عام بقى بيعلي من قدر شو المرأة اللي الإسلام أعطاها حقها. في الحفيدة كمان، في عشان قدر الحفيدة أنثى هي بنت بنته سيدة أمامة بنت سيدتنا زينب رضي الله عن الجميع، كان يحملها في صلاته إذا صلى. دلوقتي إحنا ما بنشيلش أولادنا دلوقتي في البيوت، إيه ده أنا مش فاضي، لا ده أنا مستعجل، ده أنا مش بقدرش أشيله ولا أتعامل معاه. كان إذا صلى في القيام حملها بين صدره وذراعيه، وإذا ركع كان بجوارها، وإذا سجد جلسها على الأرض أو أجلسها على الأرض، وإذا قام أخذها مرة أخرى. انظري أي حنان هذا وأي عطف على هذا، وهو من؟ رسول الله، نبي الله، أفضل الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل أب، أفضل جد، أفضل زوج عرفته البشرية جمعاء. هل الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام من المفترض أنه يصاحبه بعض الطقوس؟ يعني ممكن يبقى فيه خيرات، النظر لأصحاب الحاجة، يعني هل ممكن تبقى برضو مناسبة لمثل هذه السلوكيات الطيبة؟ والله كل ما في شرع رسول الله وكل ما أوصى به سيدنا رسول الله نسميه احتفالا به صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا رسول الله عندما سئل كان يصوم الاثنين من كل أسبوع، طب صوموا ليه يا رسول الله؟ قال هذا يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي القرآن فيه. ده بصوم كل يوم اثنين من كل أسبوع، ف
فإذا كان هذا صاحب الشريعة ومن تنزلت عليه أنوار القرآن والقرآن الكريم يفعل ذلك بنفسه لنفسه، فماذا نحن فاعلون؟ هل إذا نحن أحيينا سنته بالإنفاق على الفقراء والمساكين، بإعلاء قيمتهم، بعدم احتياجهم للآخرين، بعدم تكففهم للناس ومد أيديهم للغير، إذا فعلنا ذلك هل هذا ليس من سنة سيدنا رسول الله؟ إذا أدخلنا السرور والفرح على قلوب من نحن تبعهم، مثلا زوجتي، ابني، بنتي، أبي، أمي، إلى غير ذلك، هل هذا ليس من سنة سيدنا رسول الله؟ ده بالعكس، ده كل هذا يدخل السرور والفرح على قلب سيدنا رسول الله، لأنه قال تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم. شفتي رحمته بأمته حتى هو في قبره وفي روضه الشريف المنيف، إن أعمالنا تعرض على سيدنا رسول الله، فإن رأى خيرا حمد الله. الخير ده يجي منين؟ من تطبيق سنته، من الأقوال والأفعال والأعمال التي أوصانا بها أن نفعلها لكي يعني نفيض الخير. وإذا كان الشر يشفع لنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. في سؤال بس وصل لحضرتك خاص به جزئية الأمانة، لو الأمانة دي هو احتاج فلوس منها وأخذها وهو عارف أنه ممكن يرد الفلوس لصاحبها تاني، بس هو تصرف كانش معاه ساعتها فلوس، يعني تعرضنا ليها دي، أيوة تصرف من خلال الفلوس اللي معايا اللي هي أمانة أساسا. طيب هو عارف ان وقت ما الراجل يعوز فلوس هيلاقيها، هيعرف. طب افرض هو لو يعني عفوا قال لك انا عايز فلوس دلوقتي وهي ناقصه، هنعمل ايه؟ يبقى اصلا في الاصل انت تحفظ هذه الاموال او هذه الاشياء يد امانه، لا تتصرف فيها الا باذنه. انت اتزنقت في حاجه لا قدر الله، الو ممكن كذا كذا ولا قولا واحدا، لازم قولا واحدا نستاذن صاحب الامانه. طبعا ان اذن صاحب الامانه خير وبركه، ما اذنش خلاص الزم الامانه ولا تتصرف فيها ولا تهجم عليها ولا تنتهك. شكرا جزيلا لحضرتك فضيلة الشيخ، والله شكرا. الحديث يعني كان محتاج أوقات أكتر فعلا علشان شكرا. نسمع دروس كتير من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وسماحة الدين الله. الإسلامي شكرا الله. الشيخ أحمد خطاب الباحث الشرعي بدار الإفتاء المصرية، شكرا جزيلا لحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أنتم بصحة وخير إن شاء الله. المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثقافة الإنتاج، العمل الخاص، إزاي تطورت في مصر وأصبحت من الأعمدة الأساسية اللي بيقوم عليها الاقتصاد والاستقرار، هنشوف المزيد عنها وإزاي في ناس ما استنتش الوظيفة وعرفت إنها تشتغل من خلال موهبة ومن خلال فكرة ومن خلال إبداع تحول وترجم على أرض الواقع إلى عمل، والعمل ده بالتأكيد كان نافع لصاحب الفكرة وللأسرة بالكامل. خليكم معنا.